الشناوي يا بو يا سلام. عادت سودة عادت سودة عادت سودة عادت سودة يا سلام سودة وسهم الشوط لمن ولكن سهم ولكن سهم وأنجال محمد بن زايد الخيارين سعادة محمد بن زايد الخيارين ممثلة بالشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يختطف هذا الشوط القوي وهذا الشوط الحساس مع مزعج المضمرين عتيق بن حمد بن قريع يا سلام يا سلام سهم في الشوط الرئيسي سهم تختطف ناموس الشوط الاول الشوط الحساس الشوط القوي سهم سهم تهانينا والناموس لمالك سهم مبارك بن محمد بن زايد الخيارين والتهاني لعتيق بن حمد بن قريع المري المركز الرئيسية بذروع شوط الرئيسي الأول هنا مع المتحد انطلق المتحد انطلق المتحد انطلق في هذه اللحظة وعبلان يحاول بالمركز الثاني ونجد بالمركز الثالث ولكن القيادة 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 يا بذروع القيادة عبلان قادم بالمركز الثاني مع المركز الثاني هنا صالح بن دلمج بن صالح المري يحقق المفاجأة في هذا الشوط لينتزع المركز الأول ينطلق هناك أبو عبد الله يتابع من الوثبة يتابع انطلاقة عبلان هذا هو شعار صالح بن دلمج بن صالح المري مع المركز الأول وسلام يا الريان جود مورنينج أهالي الريان على فوز عبلان بالمركز الأول تهانينا والناموس لمالك عبلان صالح بن دلمج بن صالح المري تهانينا والناموس على لعب هذا الشوط اللي بيكون له نصيب الاسد صدمة فازت صدمة اسم تاريخي كبير اسم تاريخي مشرف وهذه الصدمة في هذا السباق المحلي الرابع تسجل هذا اليوم بانها صاحبة الشوط الثالث الخاص بالثنايا صدمة فازت بهذا الشوط انتصرت في هذا الشوط صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت قلنا لكم ديروا بالكم وبالفعل مخيبة الظن يا مالك صدمة صالح بن عبد الهادي بن محمد ألف بن حبيشه النابت 100 متر النهائية سهالينا والناموس من صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت على هذا الفوز صدمة فازت بهذا الشوط المركز الثاني وصلتنا هذا هو مختار نحو الناموس ينطلق مختار لحمد بن غانم السلطان الهديف الكواري مختار الوعب يتحرك على المركز الثاني مختار على المركز الاول مع شعار الهديفي هنا شعار البحيح هنا على المركز الثاني يا سلام الله مختار والوعب الوعب ومختار غير الوعب يتسلل الوعب الله هذا هو الوعب مشاهدينا ومتابعينا الكرام اللي قلت لكم عنه هذا هو الوعب اللي ما يعرف التعب سلامنا وتحياتنا ايها الاخوة الافاضل لمالك الوعب صاحب الانجازات يحقق هذه النقطة في هذا المحلي حزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح نهنيه على فوز الوعب المركز الاول المركز الثاني فرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ وظيفة وشعار الخيارين وسمحة وشعار بن جبريل 400 متر وانطلقت بن شاهين فازت بن شاهين نومست هل الجملية بن شاهين بهذا الانطلاق وبقيادة بن هليل يا سلام النقطة الثانية لها في هذا الموسم بالفعل مع هذه الثنية ومع هذه البكرة وسلام يا الجملية سلام يا ابو ناصر سلام يا بن شاهين سلام واشكرك يا بريك بن هليل على التضمير المميز وذكرت بانك من المخضرمين من المميزين من البارزين هذه بنت شاهين تختطف ناموس الشوط تهانينا وسلام يا الجملية سلام على هذا الفوز واسعد الله صباحكم يا هلا الجملية تهانينا والناموس لمالك بنت شاهين
راح 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 بالناموس، راح يا بن رشدان. هذا الشعار بن شابل، انطلق انطلق، هذا الشكل الجميل وهذا الاداء المميز. يا سلام هذا العرض، العرض اللي قدمه براك. انطلق براك عبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري مع المركز الاول، راح راح بالناموس. سجل سجل يا السادة، سجل يا احمد السادة، الفائز بالشوط السادس معنا في هذا الصباح براك ملكيتري عبد الله بن ناصر بن محمد بن شاب المري. دون في قائمة الفائزين هذا الفائز، تهانينا لبن شابل على هذا الفوز المستحق، وها هو يصل بحفظ الله ورعايته إلى خط النهاية ويهبط بأمان نحو الناموس. تهانينا يا بن شابل على فوز براك بالمركز الأول، تهانينا لكل الفائزين والمركز. المميز من قبل ظن محمد بن راشد بن جبر النعيمي خامس المراكز، واصل الشايبة في هذه اللحظات خالد بن محمد بن خالد العطية مع المركز الخامس، ولكن أعود مع الصدارة. 400 متر ما تبقى على الناموس، غيرت الأمور ظن، انطلقت الدرعية، الدرعية تتغير بهذه اللحظات. حمد بن سهيب بن حفار المري يقدم لنا الدرعية، وأبناء الكويت قادمين بتقدم سلودة سلودة سلودة، وتغيرت الأمور أيضا بانطلاقة أول المراكز بتواجد أم الصيفي محمد بن محمد بن عبيد المريزيق المري يقدم لنا الصيفي بأول ندى تصل بالأمتار الأخيرة. نهني مالك أم الصيفي حمد بن محمد بن عبيد المريزيق المري على فوز أم الصيفي المركز الأول. ثلاث مراكز العبور لمنصور. شوفوا المركز الرابع سوغات لفيصل بن سالم بن جساس الشريف قادم من المملكة العربية السعودية، ولكن محمد بن مظفر بن محمد العامل العملاق العناوي، العملاق العناوي. يا سلام يا سلام، شوفوا للمركز الثالث وصلنا متعب حمد بن بطشاب الصالح اليابي المتحد، وقلنا لكم المتحد وعلمناكم وخبرناكم وحذرناكم. محمد بن طحنون بن جابر بن جبران المري اللي فاز اللي اقلع عند الميتين. سلام يا بن طحنون سلام، صباح النواميس في سن الثنايا في هذا اليوم، في هذا اليوم، اليوم الحافل بالاسماء الجديدة. تهانينا لك يا محمد بن طحنون بن جابر بن جبران المري على هذا الفوز في صباح الثنايا الجميل. المركز الثاني. يا جماعة الشوط ناري، التغيرات هنا غير شعار، شعار بن ربيع، شعار بن مخزيم. يا سلام الله، هنا التغيير مع الشاهينية جابر بن ربيع بن صالح المري، ولكن شعار العطية، شعار بن عطية هناك من الجانب الأيمن، الله مع شواهين خالد بن محمد بن خالد العطية. وهنا القدوم، القدوم من شعار، شعار العوينة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، الله وصلت، وصلت ضجة 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 ضجة، وشواهين شواهين وضجة، ضجة وشواهين، شواهين وضجة اللحظات الأخيرة. وهناك من الجانب الأيمن شعار بن ثلاث، شعار بن ثلاث، شعار بن ثلاث، ضجة ضجة يا سلام، ضجة مشاهدينا الكرام، ولكن شعار بن ثلاث، ولكن ضجة ضجة ضجة. تهانينا والناموس لمنصور بن قانب بن منصور بن سيف الخيارين على فوز ضجة بالمركز الأول. المركز الثاني. ولكن يا بن حنظل ابناء دولة الامارات قادمون مع المركز الثاني بتقدم كفو، كفو مع المركز الثاني لمحمد سلطان بن مرخان الكتري، يطرق شعاره بهذه اللحظات ويتواصل بتقديم الإثارة مع المرتبة الثانية. ثالث المراكز بدأ يتقدم شيئا فشيئا، هنالك بديع محمد بن فيصل رمزان النعيمي، وعود الى المنافسة ما بين كفو وسيد. غير كفو بهذه اللحظات، انطلق مع الصدارة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يقدم لنا كفو بهذا الانطلاق الجميل ويكتب اسمه بحروف من ذهب. نهني بن مرخان على هذا الفوز المستحق ولحظة وصول كفو على المركز الاول. ثاني مركز صالح محمد المير، المركز الثالث بديع.
المركز الاول غنايم علي بن زيد بن علي بن محمد الشيبه المري مع المركز الاول. هذه صاحبه انجازات للعلم، للعلم من رصيدها مليء بالانجازات، برصيدها سياره العام الماضي مع هذا الشعار، مع شعار علي بن زيد بن علي بن محمد الشيبه مع المركز الاول. فازت غنايم، فازت غنايم، غنايم اسعد الله صباحكم على هذا الانتصار، واسعد الله صباحك يا علي يا بن زيد يا علي يا بن محمد يا الشيبة. وعصاها بالابطان، عصاها بالابطان بدون اي تعليمات، يعني على كيفها فازت، على كيفها. سجل يا احمد السادة غنايم هي الفائزة معنا بشوط الحادي عشر، وملكية غنايم لعلي بن زيد بن علي بن محمد الشيبة. تهانينا والناموس. المركز الثاني الظبي. سلام يا بن شنان، سلام يا بن شنان، قامت راس وانهت الشوط راس، شوف يا سلام، البارقة انطلقت، انطلقت، وهذا هو السبق ولا فلا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب من البارقة، ولبت النداء، لبت النداء مع صيحات المحبين، صيحات الجماهير، البارقة عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز من شنان يسجل اسمه في صباح هذا اليوم. يا سلام، واصلي يا البارقة، واصلي الى النهاية، واصلي الى النهاية، اذ لم اتت العنود راشد بن بطي بن محمد الحسنة، ولكن اللحظات الاخيرة 100 متر. سلام يا بن شنان، سلام يا بن شنان، البارقة جملت وتجملت في هذا الشوط. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان. المركز الثاني هنا، هنا الجزيرة تحاول على المركز الثاني، تحاول الجزيرة، عادت مرة أخرى الجزيرة، سعيد بن بطي الحسن المري. يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص خلاص، الناموس مع الجزيرة لسعيد بن بطي بن محمد الحسن المري، مع الجزيرة، مع الجزيرة ومع انطلاقة الجزيرة. يا سلام، تحركات الجزيرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نزف الثانية لمالك الجزيرة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي على فوزه وتحقيقه بالمركز الاول. نعم، هذه الجزيرة لسعيد بن بطي بن محمد الحسنة، هذه الجزيرة ولحظة وصولها الى خط النهاية بعد انتزاعها لناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لسعيد بن بطي الحسنة المري. المركز الثاني وصلت على المركز. زيد الشريف مع المركز الثاني وبانطلاقة شعار أبناء المملكة، ولكن خلاص بنهني من هذه اللحظات وبهذه الانطلاقة مالك توب سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني على هذا الفوز الجميل وهذا الفوز المرتقب، وصاحبة هذا الشوط في سباقاتنا المحلية الماضية تكرر هذا الإنجاز ويقدم لنا بالهليل هذا الشعار الكبير الذي يرافقنا دائما برياضة الهجن العربية الأصيلة، بأيضا تقديم الجديد من الإثارة. نهني سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني على هذا الناموس وعلى هذا التتويج، وكذلك التالي لحمد بن عبد العزيز بن هليل ثاني المراكز. كان الرسوم غير الشحانية لزيد بن أحمد زيد الشريف. إذا مشاهدي الكرام ثالثا جولة. السباق المحلي الاول والثاني والثالث واليوم الرابع، يفوز عديم معنا في هذا الموسم باربع نقاط، يعني لم يذق طعما للهزيمة. نتمنى الاستمرار لهذا الاسم ولعديم ولتون وللاسماء المميزة التي حملت من قبل هذا الشعار المميز، شعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد ال ثاني المضمر حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني المري. تهانينا يا بن هليل، تهانينا على فوز عديم بالمركز الاول وحصوله على الناموس في الشوط المفتوح. تهانينا لمحبي عديم، محبي هذا الشعار، تهانينا. والناموس المركز الثاني، وصل الشعار مهيض وزيد بن احمد بن زيد الشريف.
الفراري. يا سلام، هنا في مسيرة واحدة في طابور واحد مع هذه الأسماء الكبيرة، وهذه هيبة لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هلي الغفراري. بيقول النقطة الثالثة، السوبر هاتريك في هذا الصباح مع هذا الشعار، مع هذا الشعار اللي فاز بشوطين ماضيين ويكمل الثالث سوبر هاتريك. يعني نتمنى التوفيق لكل الشعارات. اذا هذا الشعار تخصصه باشواط السودانيات. شوفوا الجماهير من الجانب الاخر يشاهدون هناك، يترف الاعلام مع هذا الشعار. تهانينا لحمد او حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراري. سلام يا هيبه، سلام، وسلام يا بن هليل، سلام. المركز الثاني حيله لزيد بن احمد الشريف، المركز الثالث شوفوا ضباب على المركز الثاني. ضباب يتحرك، ضباب. يا سلام، حلوان على الصدارة. ضباب يحاول على المركز الثاني ومرموق على المركز الثالث، ولكن حلوان لازال هو المسيطر، لازال هو صاحب الناموس، لازال هو صاحب الكلمة من البداية حتى هذه اللحظات. حلوان مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو حلوان، وهو حلو في أدائه كما ذكرت وكما أسلفت. يا سلام، هو صاحب هذا الشوط المحلي الماضي، هذا هو حلوان. تهانينا والناموس لحسن بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي على فوز حلوان وتحقيقه بالمركز الأول. كما نهني مضمر حمدان بن أحمد بن مرشد الرشيدي. المركز الثاني يصل ضباب لأحمد بن محمد بن فهد.